هقول 5 4 3 2 1 هنبدأ بالإنترو بتاع البرنامج، بعد ما أقول أكشن تتكلم على طول. طب بقول لك يا أخويا ما النبي عربي، ما تخليها 5 4 3 2 1، إكمني إيه؟ طول عمري بتلخبط ما بين الفور والتو عشان أعداد فردية وكده يعني. حاضر يا أستاذ سمير. اللهم صل على النبي. إيه يا جدعان الحلاوة دي؟ مركبة فضاء دي ولا إيه؟ ده نجا بايت هنا. أستاذ سمير كاميرا 1 دي البروفيل بتاعنا. ماشي. كاميرا 2 ده البروفيل الثاني بتاعك. هو إيه البروفيل؟ تمام؟ هدول ميه بسكر، انت كويس يا ابني؟ مين الشبل ده؟ شبل استاذ سمير ابو النيل صاحب القناه. لا مؤاخذه يا شبل، برضك مخصوم منك 3 ايام. اتفضل استاذ سمير على كرسيك. طور لي اعصابي. نهدى يلا يا اساتذه هنصور. نهدى جاهزين؟ خمسه اربعه امشي يا عم. ثلاثه اثنين واحد. صبحة تي في. أبو بابا أكشن. إخواني وأخواتي، النهاردة الحلقة الأولى من برنامج التوك شو بتاعي قعر المجلس. طبعا انتوا قاعدين دلوقتي في قلب بيوتكو تسألوا نفسيكو، انت ايه اللي جابك هنا؟ ده سؤال برنس وانا هجاوب عليه بمنتهى الشفافية. انا جيت هنا بغير ارادتي، اقسم بشرفي انا لا بحب الشهرة ولا لاهس وراها. بص على الكاميرا اللي شمالك. غير. انا هكلمكم البلدي، انا راجل بسيط والحد الان ساكن في شقة فوق السطح، بابها مفتوح لكل سائل ولكل باراشوت. ده بيصيطني قصد علي. انا كان بامكاني ايه ده يا جماعه؟ الايبود ده ما بيفرش ليه؟ ايبود ايه يا استاذ؟ احنا على الهوا. لا مؤاخذه مؤاخذه، انا كان بامكاني اتعاقد مع كبار الاعلاميين في الوطن العربي، بس ده مش في قاموسي. لاغي. ليه؟ لان الناس دي بتقبض ملايين على قلبهم قد كده. انتوا الشعب الغلبان اللي بيدفعها ضرايب، ده غير اني هجيب من ايه؟ اسرق ولا عندي اوضه في قلب الشقه كلها ملايين في زكاة بيضة متنات؟ انا قبل ما اكون صاحب قناه رجل اعمال انا مصري. ضحي يا مصر، ضحي يا مصر. الشيف توري الله ينشف ليكم. ايه ده؟ انا طالب حلبة. احنا هو استاذ، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مؤاخذه مؤاخذه، انا اتصال مباشر. شربيني يا احمد من كوم الشوافه. مساء الزرافه يا استاذ سمير، انا بكلمك عشان اقول لك اني فخور ببرنامج التوك شوز بتاعك، وبجد مش مصدق نفسي اني بكلمك صول في صول. صول في صول؟ انت حاسس اني بكلم امين شرطه ولا ايه؟ لا حضرتك، انا مدرس احياء وبتصل عشان اقول للناس ان استاذ سمير ابو النيل اللي قدامكم ده اتعلمنا منه كل حاجه. لولاك يا استاذ سمير كانت البلد اتفككت وبقينا زي الاتحاد الاستوفيستي. طف من بقك يا شيخ، طف من بقك. انت صرح اعلان كبير يا استاذ سمير، عشان كده عايزين نبتدي معاك اعلان جديد في ظل هذه الظروف العصيبه. والله يا استاذ شربيني انت فكرتني ببحث كنت عامله ايام زمان بقى عن التغييب الإعلامي والمخططات الماسونية. ياه أيام زمان دي ما تتعوضش. سلام يا أشرف. أشرف مين يا برنس؟ لا شربيني. اكتم، نزل رجلك يا أستاذ. ناخد بعض رسائل الاس ام اس اللي جات لنا. سمير أبو النيل إعلامي ملهوش مسير، مدام نانا شقت المانيال. طب عشان خاطر الكلمتين الحلوين دول يا مدام نانا وحياة حسام انا واخد منك ايجار السهر ده. اوعى تصدقي. ها حياة النفوس من الوراق يا سمير يا سمرمر، يا احلى من العيش المقمر. عسل، بحبك يا عيال. طيب بقى نكتفي بهذا القدر، ونيجي بكره باذن الله اقابلكم في برنامج الرياضي الجديد جيم ابو النيل. Up! 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 Up!
عشر وحوش الجميل وسود والله. اي بكره ممكن تبقى الجيم بتاعك. قول لنا يا عم تحت كوبري لا مؤاخذه. رزق اللي يبلع المجانين. اشراف والرياضه. فوكك من الامانيو، خليك في الطبيعي. معلقتين خرز البقر على قصعه بوزه على كوبايتين لبن معيز. ولو معدتك قلبت عليك تف ملوخيه ناشفه وشم ثلاث خمسات. ايه اللي بتحببه ده يا حاج؟ جيم ابو النيل هتبقى وحش جميل. من؟ يا جدعان ده راجل ضايع، انا عارفه. اقلب يا عم الفاكسان ده مش ناقصه. اقلب اقلب. كل ستات البيوت بيقعدوا يتريقوا على البيتزا بتاعت المحلات ويطلعوا فيها القطط الفطس، ولما يجوا يعملوها في البيت بتطلع منهم تخن الرصيف، وده سبب طلاق اغلبهم على فكره. مع الشيف سمير البيتزا في رفع البفره، وانا هديكوا سفره شوفوا حلاوه البيتزايه وطعمتها، خصوصا لما بتبقى بينهار اسود ومهبب تطلع تضخم من الرصيف. بقول لك ايه، فكك من العك ده، البيتزا ما بتجابش الا من المحلات، مش هنقعد نفتي. عايزه تقعدي تتميزي تتفرجي على مسلسلات وتلحقي تطبخي قبل ما جوزك يجي من الشغل بثلاث دقايق. هاتي اندومي، اغلي حبه ميه وتسوقي المكونات. الراجل ده فاكسان قوي يا ماما. الميه المغليه وهتلاقي كيس فيه النكهه. الراجل ده بقاله انهطل يا اخوانا. ده مزدوج الايديولوجيه. اندومي مش محتاجه شيف للاسف. بص يا عمي، حضرتك هتجيب البوتاجاز والتلاجة وانا هجيب الشفاط والخلاط. لا يا حبيبي، الادوات الكهربائية على العريس. الحق يا فرج، سمير ابن اختي في التلفزيون. اما عن حالة الطقس اليوم فهي مشبرة في المنشية ومسقعة في الحتية ومندعة سيكا في الشرابية. موت واعرف ابن الذين ده جاب الفلوس دي كلها منين. بصراحة يا طنط الواد ده بخيل قوي. وبصراحه ليه؟ ده قرا جوز، ده انا اللي خالته بتكسف منه. قلت لك ايه حبيبي؟ يلا يا بابا انت وانت صدقني بفكر اجوز ابوهم لشغاله. يمكن يا ولا يا ولا يمكن تعمر يا اختي. اقعد يا ولا يا ابني. جوز شغاله عشان تعمر؟ بقول لك ايه، سيبك مني وخلينا فيكي انت. خلاص ما وراكيش الا ابو النيل ده، عشر برنامج يا بنتي تتفرجي عليه. فيكي ايه؟ هتجنن يا عبير، ازاي الراجل ده بيعمل كده؟ قمه في الجهل والغوغائيه. غوغائيه؟ غوغائيه؟ ما علينا، ما علينا غوغائيه؟ ما هو ما علينا طبعا.